روح بلقاك تفز فزة حمامة وتحوم حولك من غلاك واملها يا للمن نظرة غلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف شباب؟ شلون وصلت معكم طلع كيلر. اليوم جي لكم بجيم بلاي. لا والله ما ادري وش الجيم بلاي عشان ما اكذب عليكم. اليوم جي لكم موضوع، بس قبل ما اقول لكم وش الموضوع زي كذا، معي طارق نايم. ايوه اهلا. هو صح. ايوه المهم انا ابغى اتكلم عن موضوع، ما ابغى اتكلم عن بالحق، اتكلم عن بالحق. اوكي اي نعم ما عليك اختبارات كلج توني مخلص اختبار. ما ابغى اتكلم بالحالي، فجبت طارق معي. ايه بحكم انها اكبر مني كم سنه يا طارق؟ 3 سنين. 6 سنين. أيه. اوكي لا تبقش واجد، بس يلا 6 سنين تصلح عاد ما صلح. اوكي أيه. 6 سنين ويعني ناخذ رايه وناخذ منها رايكم بعد. يلا. طيب وش يا طلال؟ انا اسالك يا طلال، ما تسال نفسك. يلا وش يا طارق؟ يلا اسالك. ايه يلا قل اسال. اي اسال. وش يا طلال؟ بنات تسبون يا اخي. يلا اعطيك العافيه، خلاص بنات تسبون. ايه يعطيك العافيه، يلا نشوفك على خير. ايوه لا والله جد يا اخي انا خلينا نتكلم. طيب يلا اسال. انا قبل الاختبارات باسبوع الميت، عرفته؟ معروف الله يرحمه. ايه خلاص اسبوع الميت اللي ما حد يحضر. زارف السوني، ما اكون معك صريح يعني زارفه. ام عاد. اي والله زارف كومنتيتر يزرف السوني، استغفر الله واتوب اليه. وكومنتيتر بعد فع حمد. لا خلاص الحين وقت الجد يا ايه نعم. يلا خلينا نصير كذا عصبي. ايوه زارف السوني، والله جد زارف السوني. جيت شطحت يا اخي، والله ما ادري ايش مسكت العب. كنت شطحت كذا، كنت سبعه ما ادري، ما احب العب لكن ما ادري كيف شطحت كذا. شو شفت جيم بلاي ما ادري، شفت مقطع كذا، شفت واحد يلعب كنت سبعه، يا ودي اشتهيت العب كذا ما ادري هو اكل انا ما ادري. المهم فقلت ابغى العبه، جيت لعبتها، دخلت جيم سيرش القى بارتي بنات، بس ضدي. والعياذ بالله ضدي، عشان يقولون معك بالبارتي ما ادري ايش. لا ضدي خلاص. نعم والله شوف انا دخلت الجيم القاهم يتكلمون، انا مسكر مايك عشان خايف يدخل علي ابوي ويجي يسطرني اني قاعد العب. اكيد اسبوع مراد يعني دافره يعني، وثاني ثانوي تراكم زي كذا، فالعب بدون ما يدري. تعرف لي يشوف كذا، شوي الباب يشوف كذا موجود ولا لا ويرجع. المهم فهمت انت؟ لا زعلان انا. كمل. ايوه اي صح. لا تلعبون سوني اعوذ بالله. يا خالد تكلم. طيب خلاص. طب انت اسالني تقول خلني اتكلم. الى الجحيم. يلا راح. المهم يا اخي القاهم يسبون مين ما ادري. الان عرفت مين ما ادري بالراوند الاول انهم يسبوني انا. ايه يسبوني ليش؟ مو يسبوني عشان الكومنتيتر اكيد فهمت؟ فيسبون. انا استغربت بنات يسبوني. وجهني يستاهل. خل عنك اسلم. ها اقول وجهني يستاهل. اسلم والله تسلم. اخيرا استغربت، قلت يمكن طلع واحد ثاني بالجيم شيء. انا سويت انا طيب داخل كذا، والله يسبون او سبوني. سكت والراوند خلاص سكت مالي. انا نفسه سبونك. هزلت قسم بالله. والله هزلت جد. والله انها هزلت جد. ثاني راوند يسبون امي، يسبون ابوي، يقول يا ابوك يعني عيدك كم مره فهمت؟ عشان انك كذا سبك كذا نوع، ويا امك وما ادري وش الزبده اللي يسبون. فانا خليت مو راوند خلاص سكت، ما انا فاضي افتح المايك، لاني لو بفتح المايك بصوتي كله صراخ صوت الجبل. ايوه إيه. ويجي ابوي. ايوه والصراحه يعني شوتني انا، ما العب عليكم يعني. صح كومنتيتر زارف سوني الحمد لله. ايه زارف سوني يعني وقت اختبارات تراكم من صف ثاني ثانوي يعني ما ابغى اجيب العيد. فوشو ف عاد السبب مره ثانيه قتلتهم سيرش. قلت خلاص رجعت لهم. ها تاكد انت رجعت لهم؟ والله قلت لهم انا بنفسي. كويس الله تطورنا. قلت خلاص والله خلاص يا طارق. ايه طبعا لو ينزلون فضيحة تراكيلر، لو ينزلون فضيحة تراكيلر في اليوتيوب ويجيها 2000 لايك ما عندي مانع. الا الاهل والله انا عادي سبوني عادي مسامحهم. سبوني اهلي وطبعاً يسكت مو مرة بعد. لا كذا مرة. ارفع لهمك يا ولد. اي ارفع لهم من جد. وبنات يعني احس يعني قهر يعني. من جد. ما رجولة. المهم والله شوف فتحت المايك. امش. بكل جراءة يعني. كملت الراوند فهمت اني داخل جيم ما يمديني اتكلم. صح. جار اول ما خلص الراوند حقهم ترى قتلتهم مرة ثانية بعد. شفت كيف؟ ما شاء الله والله قتلتهم مرة ثانية. يعطيك العافية. كنت حاقد عليهم الصراحة.
ولا على طول سب، على طول سب يعني كم ثلاث مرات سب وانا ساكت خلاص. الثالثه ثابته، ثالثه ثابته يعجبني والله، الثالثه ثابته ما عندي مو في الكوره، ثالثه ثابته هنا عندك كريستيانو اسلمت. لا والله جد راس المهم والله انا ارتفع ضغطي الصراحه واستمت المايك وقلت كلام مش بطال الصراحه. اقول لكم كومنتيتر يسب، كومنتيتر بذا الشيء يسب ما لي دخل. اوكي ما اكون الصريح انا اسب، بس ما اسب نظام نفسيات اللي يسوون بنات ذولا، يعني ادخل جيم اقول يا طارق يا الحين هم يسبونك اللي ذبحت ولا عشان كومنتيتر؟ لا عشان كومنتيتر اول شيء البدايه ايوه فهمت، ثم الراوند اللي بعده سبوني اني ذبحتهم، واللي بعده سبوني اني ذبحتهم، سبوا امي وابوي وما لهم ما لهم دخل. الجيم ما خلص الحين؟ لا كم راوند؟ اربع راوندات سير راوند اسلم. اي استقعدت لك يا ابوي، مو بنت استقعد لي بس. المهم فسب وسب وسب، وين انا فتحت المايك مثل ما قلت لك وقعدت اسب والله، وسب 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 وطلعوا كذا، حسيت طلعت اللي في قلبي كذا بدك تمسح على عرق كذا. هم كم كانوا؟ شوف انا بالحالي، شفت شفت الشجاعه انا بالحالي، هم اربعه كلكم ضدي ترى، ما هي شجاعه ترى. ايه والله صدق يلا شعل ايطالي. المهم والصراحه اني مسكت ومسب في كل شيء صراحه، يعني ما اكذب ايه، ما ادري انا غلطان ولا. يا اخي طارق قل لي يا اخي. لا لا تقابل السيئه بالسيئه، هذه غلطه يا اخي. شوف انا الصراحه بينك اسمع الحين عاد نتكلم جد، اصبر نعطي وجه ثاني. طبعا البنات ما يلمون صراحه، عايزين المجتمع كله سب بسب، هم يدخلون تعودوا ان كل ما دخلوا لقوا ناس مثل اوه هذول البنات خلنا نسبهم خلنا نسبهم، خلاص يا بشبك يا بسبك، هذا الصدق. البنت تعودت قال خلاص الدعوه كلها سب سب خلاص، وعشان كذا يعني ما يلموا البنات لان عايشوا مجتمع كله سب بسب، هذا المشكله يا اخي. ما كنا في قهر شوي؟ اوكي يسبوني عشان يسبوني بعد ما اموتهم، بس ما يسبوني من اول ما دخلت عشان كومنتيتر مدري اربعه تجمعوا خلاص يمسون زحمه الناتي فزعات كذا بويا شودي مدري شو ما دخل، بس يلا ماشي يمكنهم كذا صح والله يمكن ما ادري. فاقول لك يعني سبيتهم سب ما هو بصاحي، فطلعوا الصراحه يعني ايه طلعوا خلاص طلعت اللي بقلبي في الكومنتري طلعت. طيب اسمع قبل ما اطلع القلب ابو اللي يجيك، انا طبعا دائما جيت العب مع اخوياي اسال معهم سكايب اطفي المايك إيه؟ مره مطفي المايك والعب متحمس زي كذا، ويجي واحد كل ما ذبحته يسب، قلت كويس كويس وشغل المايك قلت اسمعني يا كابتن سبني انا اخذ راحتك، سبني وانا بسب نفسي معك، سالي لا تدخلهم. قال من انت مدري ايش، يلا يلا بلغي اشتراك بقناتك. طيب خلاص من ذا جاء واحد مره مسحت واحد انا عندي عشان بضيف واحد من العيال، جاء واحد اضافني قال اقبل ولا الغى اشتراك قناتي، يعني تحس انك خلاص ماسكينك على القناه تكفى لا بضيفك ولا سو. مو بفلاق اسمه فلاق اي في في اسمه فلاق اي فلاق سو سير سنت سروي مو فلاق، يعني تحس انه وشو يا لب طلباتي ولا بلغي اشتراك قناه، اشتراك القناه وشو انت عجبك القناه اشترك فيها، مو بلازم انك تدل ام الشخص اذا لقيته في جيم تعال بسبك بس لا تسبني خلاص انك دخل اضفني ولا خلاص الغى اشتراك، يعني احنا اكبر من كذا ولا يا طلال؟ اي والله انا اشوف اكبر من كذا يا اخي شارك ايه شكرا على المشاركه. ايوه لا والله شوف جد يا اخي احسن يذلونك، بس شوف من الحين اقول انا من الحين شوف التعب اللي يسوونه ذا بالبتاع كله مقاطع ورفع وقله حياء حسوا. انا طبعا ما يعني هذا الشيء ما شاء الله عليك لان شو ابلود وصل اسلم ايه فهمت انت صح؟ ايه خلاص خلاص يا اخي لا حد يدري الزبده. خليني اقول لكم من الحين والله الصراحه يعني بيجيني سب من بنت او شيء فاعذرني اذا سبيت اوكي؟ وباخذ رايكم انا غلطان ولا لا؟ اعطونا وقولوا لنا سوالفكم في الكومنتات، قولنا سوالفكم في الكومنت سوالف اي شيء وليه؟ المجتمع صار كذا وما ادري ايش. اي صح والله اعطونا رايكم. لا دقيقه انا عندي عتب على شركه مودرن وور 2 3 ايش اسمه الزبده كانت 8 والله عتب صدق انا انسان زعلان عليهم اللي ما ارد عليهم اني زعلان. الحين اذا ذبحت واحد اللي ذبحك واحد يسمع صوته اللي مات اي هذه فيها حركه نزال من جد، يعني الحين واحد ذبحني لو بسب بس سمع صوتي ما الفريق كله ما يسمع له هو، يعني كانه يقول يلا اختار لك ثلاث ثواني سب فيها بس يلا لك ثلاث ثواني اسرع اسرع سب سب يلا. والله العظيم انا انسان زعلان عليهم لذلك انا ان شاء الله بقاطع شريط كول اوف ديوتي اروح ان شاء الله البيس 2005 بيس 2005 انا شرفتي شرفتي انا معك معك يلا واحد يلا يلا واحد اثنين ادخل اللاين يلا يلا ارسل فايت طيب خلنا نلغي المقطع نسكر المقطع ثم هذا وبس هذا اللي كان عندي كان عندي كان معكم تراكيلر وباولو طارق صح لي اسمه اسمك ايوه والله المر ولد اي معك باولو وطارق باولو وطارق 3 4 5 والسلام عليكم.